راح صارت مع الفنانة آشتي خطية والله. أنا شفتها يعني خلوا يعني العالم عايشة والله. أنا شفت وضعها أنه وقت الفطور أهلها سمموا والناس كذا وهي انهارت بصراحة. أنه موضوع أنه اغتيال الفنان ليش يعني شنو هذا السبب؟ أو وفاة الفنان عبد الستار البصري، هاي كافي العبث بهكذا مواضيع خطية بيش مأذيتكم؟ يعني خليها يعني من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. يعني السالفة من تطلع من معونها عيب حتى تهاجم الجميع. وهذا اللي صار الآن هسه فيديو عن اختطاف البلوغر أو الفاشينيستا أو بعض يسميها الإعلامية داليا نعيم، شاليها من باب البيت. خلينا نشوف الفيديو اللي نزل على مواقع التواصل. هذا اللي يصير بدولة الجكسارات ودولة المضللات ودولة العميقة اللي يستخدمون الفاشينيستات والبلوغرات في صفحاتهم. لما يتم حالة اثنين من الألوية والرتب الرفيعة على الأمرة هذا ما يتحقق بعده. وما أعرف أنه بالنسبة لموضوع الاختطاف شن راح يتم الحديث عنه، لأنه بصراحة عن الخوض بمثل هكذا مواضيع مثل ما قلت قبل شوية يجب أن يتم التأكد منها.